كسر قاعدة مشط القدم الخامس. تشكل كسور قاعدة المشط الخامس تحديا تشخيصيا مهما، يمكن أن يؤدي التشخيص والتصنيف الخاطئ إلى خطة علاج غير مناسبة وبالتالي تأخر اندمال أو حدوث الكسر مرة أخرى أو إعاقة مزمنة. سنناقش تشخيص وتدبير الأنماط الثلاثة الرئيسية لكسور قاعدة المشط الخامس في هذا الفيديو. يقع المشط الخامس على الجانب الوحشي الخارجي للقدم، وينقسم الجزء القريب منه إلى ثلاثة أقسام: الحدبة، المشاش، والقسم القريب من جسم عظم المشط. تتمفصل قاعدة المشط الخامس أنسيا مع مشط القدم الرابع، بينما تتمفصل الحدبة مع العظم النردي. يرتكز الشريط الجانبي للفافة الأخمصية على الجانب الأخمصي من الحدبة، ويرتبط وتر العضلة الشظوية القصيرة بالجانب الخارجي من الحدبة. الاختلافات في التروية الدموية للمشط الخامس تساعد في تفسير فيزيولوجيا المرضية لاندمال الكسر. تستقبل الحدبة الدم من عدة أوعية مشاشية ومن فروع من الشريان المغذي، لذلك تندمج الكسور فيها بلا صعوبات، بينما يتلقى القسم القريب من جسم المشط التروية الدموية من الشريان المغذي فقط، لذلك غالبا ما يؤدي كسر الجسم الداني إلى قطع التروية الدموية، مما يعرقل الشفاء ويزيد من خطر عدم الاندمال. المنطقة الثانية والتي يحدث فيها كسر جونز تعتبر منطقة تحول في التروية الدموية بين الحدبة وجسم عظم المشط، وبالتالي ترويتها الدموية ضعيفة، مما يجعل الكسور في هذه المنطقة تميل لعدم الاندمال. التصنيف: أسهل طريقة للتمييز بين أنواع الكسور الأساسية الثلاثة هي تحديد موقع النهاية الأنسية الداخلية لخط الكسر ومقارنة موقعه بالمفصل بين قاعدة المشط الرابع والخامس. بعد ذلك يمكن تمييز كل كسر كالتالي: كسور المنطقة الأولى أو كسور الحدبة وتسمى كسر جونز الكاذب. ينتهي خط الكسر إلى الداني من المفصل بين المشطين الرابع والخامس، وهي كسور انقلاعية. كسور المنطقة الثانية أو كسر جونز يمتد باتجاه أو يصل إلى المفصل بين المشطين. كسور المنطقة الثالثة عادة ما تمتد بعيدا إلى القاصي من المفصل بين المشطين، وهي كسور جهدية. الأسباب وآلية الإصابة: تحدث الكسور الانقلاعية في الحدبة إثر الانقلاب القسري للقدم والكاحل، كالسقوط في حفرة مثلا، أو التواء قدمك أثناء الجري، أو السقوط على الدرج. سبب الإصابة هنا هو شد وتر العضلة الشظوية القصيرة والشريط الجانبي للفافة الأخمصية. يحدث كسر جونز بسبب قوة تقريب قسرية على مقدم القدم أو نتيجة لرد مباشر. تنجم الكسور الجهدية عن الردود الدقيقة المزمنة والمتكررة، قد تحدث عند الرياضيين أو المجندين أو العمال. الأعراض: ألم وإيلام في الجزء الخارجي من قدمك. الظهور المفاجئ للألم بعد إصابة واضحة يشير إلى حدوث كسر حاد، بينما الظهور التدريجي للألم على مدى أسابيع أو شهور فعادة ما يعتبر كسرا جهديا. تورم وانتفاخ في الجزء الخارجي من قدمك. تغير لوني أو كدمات على قدمك. صعوبة في المشي أو تحميل الوزن على قدمك. التشخيص: سيقوم الطبيب بالاستماع إلى أعراضك وكيفية تعرضك للإصابة. سيقوم بإجراء فحص سريري للقدم. سيتم إرسالك لإجراء أشعة سينية بسيطة لتشخيص الكسر. يجب طلب صور شعاعية أمامية خلفية ومائلة وجانبية للقدم. بحال كان لديك اشتباه سريري مهم بحدوث الكسر لكن الصور الشعاعية كانت سلبية، فسيتم تثبيت القدم وتكرار الصور الشعاعية في غضون أسبوعين. نحتفظ بالتصوير برنين المغناطيسي للرياضيين الذين لا يرغبون بالتثبيت أسبوعين، والمرضى الذين لا يزال الشك السريري بوجود كسر عندهم مرتفعا، وصور الأشعة بعد أسبوعين لم تكشف وجود الكسر لديهم. العلاج غير الجراحي: في حال الكسور الانقلاعية في المنطقة الأولى غير المتبدلة، أو كسر بالمنطقة الثانية أو الثالثة كسر جونز أو الكسر الجهدي غير المتبدل عند غير الرياضيين أو عند الرافضين للجراحة، يمكن البدء بالعلاج المحافظ. ولكن قبل البدء يجب أن يفهم المريض المصاب بكسر المنطقة الثانية أو الثالثة أن العلاج قد يستمر حتى 20 أسبوعاً، وخطر عدم الاندمال كبير نسبياً على الرغم من الالتزام الصارم بالتعليمات، وإمكانية الحاجة اللاحقة إلى الجراحة إذا فشل العلاج غير الجراحي. قد يؤدي ما يصل إلى 50% من هذه الكسور التي يتم علاجها بشكل محافظ إلى عدم الاندمال أو تكرار حدوث الكسر. يكون العلاج بتركيب جهاز جبسي كامل قصير الساق غير مخصص لحمل الوزن، أي لا يمكنك وضع قدمك على الأرض وتحميل الوزن عليها. سيتم تحذيرك بشكل جدي من عدم تحميل الوزن على قدمك.
كما يجب أن تتلقى تعليمات حول الجبس كأن تراجع الطبيب فوراً عند ظهور أعراض متلازمة الحيز أو الاسطوانة الضاغطة. رفع القدم المصابة على الوسائد عند الاستلقاء أو الجلوس لتقليل التورم والانتفاخ. تناول أدوية مضادة التهاب اللاستيرويدية ومضادات الوزمة. بعد 3 إلى 5 أيام من الإصابة سيخف الانتفاخ، ويجب أن تتم متابعتك وفحص الجبس، فقد يجعل تراجع الانتفاخ من الجبس واسعاً وقد يلزم استبداله. يمكن تكرار الصور الشعاعية بعد 2 أسبوع من الإصابة لتأكد من أن الكسر لا يزال غير متبدل. وبعدها لا تحتاج إلى المراجعة لمدة 4 إلى 6 أسابيع ما لم تظهر أعراض جديدة أو مشكلة في الجبس تستلزم زيارة الطبيب. بعد 6 إلى 8 أسابيع يجب إزالة الجبس وإجراء صور شعاعية. إذا حدث الاندمال فسيتم نزع الجبس نهائياً وبدء إعادة التأهيل. أما إذا لم يظهر الكسر مندملاً فإن الاستمرار بالعلاج المحافظ لمدة 4 إلى 6 أسابيع إضافية قد يكون مطلوباً. لا تتفاجأ إذا كانت قدمك لا تزال متورمة متغيرة اللون عند إزالة الجبس، هذا أمر شائع في كسور قاعة المسط الخامس. بمجرد أن يحدث الاندمال ويزال الجبس سيحيلك الطبيب إلى علاج الطبيعي. يجب أن تبدأ في تحميل الوزن تدريجياً والبدء بتمارين لاستعادة وظيفة القدم والكاحل الطبيعية. يجب أن تستأنف تحميل الوزن بشكل تدريجي بسبب خطر حدوث الكسر مرة أخرى. تبدأ بحمل جزئي للوزن، أي وضع معظم وزنك على عكازات وجزء صغير فقط على القدم المصابة. عندما تتمكن من المشي بشكل مريح مع وزن كامل على قدمك، أي حوالي 3 إلى 7 أيام بعد إزالة الجبس، يمكنك الاستغناء عن العكازات. يمكنك العودة إلى النشاط الكامل بما في ذلك ممارسة الرياضة بعد 3 إلى 4 أشهر إذا اختفى الألم والإيلام فوق بؤرة الكسر وعلامات الاندمال الكامل مثبتة بالأشعة. العلاج الجراحي. في حالات الكسور المتبدلة وحالات عدم الاندمال مع وجود أعراض يكون العلاج جراحياً، وفي حالات الكسور الجهدية وكسور جونز غير المتبدلة فيفضل العلاج الجراحي على العلاج المحافظ، لأنه يقلل من احتمالية عدم الاندمال وتكرار حدوث الكسر وتقييد الحركة لمدة طويلة. تشمل الجراحة التثبيت ببرغي داخل النقي ويمكن إجراؤه عن طريق الجلد، الرد المفتوح والتثبيت الداخلي بصفيحة وبراغي، الرد المفتوح والتثبيت الداخلي بأسياخ كيرشنر وأسلاك سيركلاج. بعد الجراحة ستوضع قدمك في قالب جبسي للمساعدة في تثبيت الكسر أثناء التعافي لمدة قصيرة تصل ل3 أسابيع. عادة ما تكون غير مخصصة لحمل الوزن، لذلك ستحتاج على الأرجح إلى عكازات للمشي. بعد إزالة الجبس يجب البدء بتحميل الوزن الجزئي وبدء العلاج الطبيعي مع التركيز على تمارين مجال الحركة. يمكن أن يستمر التورم لبضع أشهر بعد الجراحة، وهو أمر طبيعي تماماً. سيختفي هذا التورم بشكل كامل بمرور الوقت، ويمكن أن يستغرق ما يصل إلى 12 شهراً، لكنه غالباً ما يختفي قبل هذه المدة. يمكنك العودة إلى النشاط الكامل بما في ذلك ممارسة الرياضة بعد الجراحة ب6 أسابيع إذا كان مكان الجراحة غير مؤلم وعلامات الاندمال مثبتة بالأشعة.